أستاذة جمال، وأنت تتحدث عن الخسائر الاقتصادية التي سوف تلقي بظلالها على العالم، يعني أدعو حضرتك أن تبقى معنا ونذهب للدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. صباح الخير يا دكتور. أهلا وسهلا بك. خير دكتور مصطفى، يعني العالم الآن يترقب ما يحدث في أوكرانيا تحديدا وانعكاسات ذلك اقتصاديا، في ظل يعني عالم لم يتعافى بعد من أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها، ظهرت مجددا الأزمة الأوكرانية الروسية. كيف ترى انعكاسات هذا على العالم ككل وفي القلب منه الشرق الأوسط؟ طبعا بكل تأكيد خلينا نقول يا فندم ما حذر منه الاقتصاديين كله بيتطابق في الوقت الحالي على وجهة نظر واحدة، العالم كله سوف يكون خاسر. بداية الحرب ليست من اليوم أو بالأمس بالهجوم أو بالأسبوع الماضي، وإنما فندم طبعا أسعار البترول التي ارتفعت منذ بداية العام ارتفاع كان ملحوظ بالمؤشرات الاقتصادية اللي هي الوجهة السياسة إن روسيا ممكن تتدخل في أوكرانيا أو ممكن يكون في حرب أو ما شبه ما بتسميها الحرب الباردة، سميها كيفما تشاء كسياسيين. وإنما الوضع الاقتصادي الواضح ارتفاع كبير جدا في أسعار البترول لن تتحملها الدول جناحها، ايضا ارتفاع كبير في الغاز هتتضرر منه اوروبا اولا ثم يتضرر منه العالم ثانيا. المستفيد طبعا الدول المنتجه لاسعار البترول هتزداد حصيلتها الماليه، ولكن الضرر هيكون كبير جدا على باقي دول العالم. ما ننساش ان روسيا واوكرانيا من الدول الكبيره والمنتجه للقمح، هيتضرر كثير من الدول المستورده. الحرب كلها خسائر اقتصاديه قبل ما تكون خسائر سياسيه. بتجه باللوم للقيادات العالمية الكبيرة اللي شافت مجريات الحروب في كثير من دول العالم ولم تتخذ القرار الرشيد للحفاظ على مجريات شعوب العالم كثيرا مما تضررنا منه من جائحة كورونا. نحن الآن في وقتنا الراهن بنشتكي ونئن من ارتفاع كبير في مؤشرات التضخم اللي كان مش سببها الدول العربية ولا الدول الإفريقية. شايفين جائحة كورونا أثرت قد إيه على العالم، ولن تعالج حتى معالجة اقتصادية أو فكرية أو طبية رشيدة زي ما احنا بنقول. السياسيين في العالم، أمريكا النهاردة بتتلاعب بالعالم كله أو زي ما بيسمى المقدرات العالمية. ارتفاع البترول النهاردة ده مؤشر كبير جدا عن احنا عشان يتراجع، إذا توقفت الحرب اليوم أو الحالم دلوقتي عشان تتراجع تاني المؤشرات دي كلها هتاخد من الوقت الكبير اللي هتتضرر بيه الدول العربية وأيضا الإفريقية. طيب أستاذ مصطفى، يعني وإحنا نتحدث عن الجانب الاقتصادي، المركزي الروسي يقرر التدخل في سوق الصرف الأجنبي للمساعدة على استقرار الوضع بعد هبوط الروبل لأدنى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي. سؤال حضرتك يا فندم، كيف يستطيع الاقتصاد الروسي أو ما الخيارات اللي أمام الاقتصاد الروسي عشان يقدر يتوائم أو يقدر أنه يتعامل مع ما بدأه وهذه العمليات العسكرية ضد أوكرانيا؟ خلينا نقول يا فندم الاقتصاد الروسي ليس لديه القدرة على الحفاظ على أسعار الصرف أو أنه هو هيكون له البديل في تقوية الاقتصاد، لأن احنا زي ما بنقول بقالنا سنتين في جائحة كورونا فالاقتصادات العالمية كلها تأثرت تأثر كبير. روسيا فعلا قوة كبيرة عظمى عسكرية ولكن ليس قوة عظمى اقتصادية. عندها طبعا بتنتج من الغاز، طبعا ممكن تحارب العالم كانت بإنتاج الغاز، يعني هي لو وقفت أنبوب الغاز لمدة يوم واحد كانت أوروبا توقفت عن هذه الأمور كلها أو كان ما يكونش فيه تدخل. ولكن اسمحي لي، أكيد حضراتكم ملاحظين الأسواق الآسيوية كلها النهاردة في هبوط، ارتفاع كبير جدا في الاكتناز للذهب والتوجه نحو البترول باعتباره الملاذ الآمن طبعا. يعني طبعا التخوف يا فندم في العالم كله ازاي ان انا امتلك الكاش، امتلك الاموال، فما بالك بالدول مثل روسيا هتحارب. صحيح وممكن يكون الحرب دي ممتده، ولكن انا نظرتي بعيده، نتائجها ما بعد الحرب هتكون ايه؟ الدول اللي تضررت النهارده هنوصل مستواها لايه؟ لان التخوف النهارده حركه التجاره العالميه هتزداد في اسعار التامين، لان طبعا ده تخوف امر يعني زي ما احنا بنشوف اكتناز البترول، الناس هتبتدي الاسواق العالميه تكتنز بترول اكتر فهترفع الاسعار اكتر. الدول النهارده اللي بتستورد البترول مش هتتحمل فاتورتها استيراد البترول،
فالعالم هيئن من السياسه يعني زي ما نقول العاجزه عن التوجه الشعوب. اللي احنا بنشوفه ده فندم النهارده للاسف الاقتصاديين بيحذروا منه، والسياسيين في قطب اخر بيتكلموا في كلام بعيد عن الاقتصاد في العالم خالص. اللي احنا بنشوفه النهارده اقتصاد الدول يا فندم لن تتعافى. الصين لغايه دلوقتي يا فندم مش عارفه تتعافى التعافي الكبير في حجم التبادل التجاري. امريكا النهارده بتئن، طبعت حوالي 3 تريليون دولار عشان تقوم اقتصادها مش عارفه. الاتحاد الاوروبي في اصلا ازمه عنده بخروج انجلترا من البريكس لسه ما تعافاش. النهارده بنشوف الحرب في الشرق، وكل ده ترجم يا استاذ مصطفى لحاله التضخم في العالم كله اللي احنا طبعا متابعينها.